أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن أخطاء التحالف العربي في ريف تعز وسقوط مدنيين نتيجة ذلك، ومدى تحرك المنظمات المحلية والدولية للضغط من أجل إيقاف الانتهاكات التي تطال الأبرياء. أفادت مصادر محلية أن 14 مدنيا على الأقل استشهدوا وأصيب 5 آخرون في قصف للتحالف استهدف منزلا في دمنة خدير بمحافظة تعز. المصادر أكدت أن مقاتلات التحالف العربي شنت مساء أمس الأحد أكثر من 4 غارات على منطقة المحول الواقعة على الخط المؤدي إلى مديرية الصلو، ما أدى إلى تدمير أحد المنازل ومقتل عدد من سكانه. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يظل التحالف يستهدف المدنيين؟ وما هو موقف الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية من هذه الضربات؟ تابع التقرير التالي، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. مرة أخرى تصوب طائرات التحالف العربي نيرانها نحو المدنيين، والنتيجة استشهاد أكثر من 12 مدنيا وإصابة 5 آخرين في قصف استهدف منزلا سكنيا في عزلة المحول بدمنة خدير جنوب شرق تعز، إضافة وجع آخر ومضاعفة للمأساة. ذلك ما يقوم به التحالف العربي منذ انطلاق عاصفة الحزم، غارات عديدة وكثيرة تلك التي حصدت أرواح المدنيين، حتى أصبحت الحرب على الميليشيا واستهداف مواقعها استثناء من بين تلك التي وجهت صوب المدنيين والأحياء السكنية. يتساءل البعض كم قتلت غارات التحالف من قيادة الميليشيا مقابل من حصدت أرواحهم من قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. لا شك أن النسبة هنا تحيلك إلى مفارقة عجيبة وغريبة وأنت تبحث في نتائج تلك الغارات، ابتداء من مجزرة العبر التي استهدفت معسكرا للجيش الوطني، وليس انتهاء باستهداف قيادات أخرى للجيش الوطني في أماكن تمركزها بجبهة نهم. السؤال يكرر نفسه بصيغة مختلفة: كم قتلت طائرات التحالف من أفراد الميليشيا مقابل الضحايا المدنيين الذين قتلوا في غارات جرت العادة على تسميتها بالخاطئة؟ لا شك أن النتيجة لا تختلف كثيرا في عجبها وغرابتها عن الحالة الأولى. ربما يأتي أحد ويقول إن لكل حرب هامشا من الخطأ، وهذا معروف في كل الحروب حول العالم. قد يبدو ذلك منطقيا قليلا لا بأس، لكن ما ليس بالمنطقي ولا المقبول أن يتحول الهامش إلى متن، كما هو الحال في حرب التحالف على اليمن. مجددا ترحيبكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من فيينا توفيق الحميدي، مسؤول الرصد في منظمة سام للحقوق والحريات. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله. إذا أستاذ توفيق، غارات جديدة يرتكبها التحالف، ضحايا جدد في ريف تعز تحديدا في الصلو، كيف تنظر إلى واقع هذه الضربات بشكل عام على المدنيين؟ حقيقة ما ترتكبه طيران التحالف أمر مأساوي في أولا، وثانيا يثير كثير من الاستغراب وعلامات الاستفهام. هذه الضربات من خلال رصدنا لها نستطيع أن نزيه عنها شبهة عدم العمدية، بمعنى أن هنالك إما عدم اكتراث بأرواح هؤلاء الضحايا وأن هنالك فعلا عمديا قصديا. أنا أتحدث اليوم عما يقارب 150 غارة في عام 2017 راح ضحاياها ما يقارب 1000 قتيل من المدنيين في عموم أنحاء الجمهورية، وكان لتعز النصيب الأكبر، وهذه هي المفارقة الكبرى. اليوم نحن نتحدث عن الشهر الرابع من عام 2018، أنا أتحدث عما يقارب 18 إلى 19 غارة لطيران التحالف على المدنيين. إلى حد الآن نستطيع أن نقول بأننا سجلنا ما يقارب 270 ما بين قتيل وجريح. غارة اليوم التي استهدفت مدينة أو شرق تعز في الصلو راح ضحاياها ما يقارب 13، بينهم
تقريبا 5 أطفال، 11 الأطفال ما لدي له 7 أيام فقط على هذه الحياة. مشكلة التحالف العربي أنه لا يريد أن يقر أو يعترف بوجود هذا الخطأ، هو يمعن في هذا الخطأ ويحاول أن يختلق مبررات. لجنة ما يسمى بتقييم الحوادث في أكثر من مرة، وعلى سبيل المثال في المخا وفي فقعة الطام بالذات، خرجت لتقول بأن الضربة كانت مبررة لوجود مقاتلين بأسلحتهم الشخصية في جوار هذه البيت. نحن حقيقة أمام مشهد مأساوي. أنا أدعو حقيقة الحكومة الشرعية إلى التعامل بجدية مع هذا الملف، مع التحالف، أدعو التحالف أيضا للالتزام بقواعد القانون الدولي وقواعد الاشتباك. القصة اليوم تجاوزت الخطأ إلى ما هو أبعد من الخطأ. اليوم نستطيع أن نقول بأن هذه جرائم حرب سيحاسب مرتكبيها وفقا للقانون الدولي. اليوم يرافق هذه الأخطاء قتل للضحايا المدنيين من النساء والأطفال، تدمير للبنى التحتية، بمعنى أنه نستطيع إعدام الحياة لكثير من الأسر. اليوم في تعز يرافقها في نفس الوقت غارة على مدينة صعدة بجوار مدرسة مليئة بالبنات، ولحد الآن الإحصائية الأولية أن هنالك قتلى ما يقارب 3 قتلى وعدد من الجرحى لم نستطع التأكد من أسمائها. بمعنى أن العمليات اليوم مستمرة في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، وكأن هذا الطيران يعمل بدون هدى، بدون تخطيط، بدون أي إحداثيات حقيقية على الأرض. نعم أستاذ توفيق، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أرحب بمن ينضم إلينا مشاهدينا الكرام من الرياض، الخبير العسكري العميد حسن الشهري. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا سيادة العميد. السؤال دائما، ما هي أسباب تكرر الغارات الخاطئة لطيران التحالف التي تسقط الضحايا من المدنيين؟ يتحدث أستاذ توفيق الحميدي حول أنه ونحن الآن في أبريل من العام 2018، هناك ما يقارب من 18 إلى 19 غارة سقط فيها 270 من المدنيين بين قتيل وجريح إلى شهر أبريل فقط. لابد أن نتفق جميعا أنه في حالة العمليات العسكرية، سواء كانت حرب أو عمليات عسكرية ما دون الحرب كما هو الواقع في اليمن حاليا، أنه يقع هناك أخطاء غير مقصودة وتسمى نيران صديقة بالعادة. ولكن مع الأسف لنكن دقيقين، يعني الأخ توفيق من فينا وسمعته قال من خلال الرصد كيف تم هذا الرصد، وأخنا أخونا العزيز في النمسا، والتحالف يعترف دائما ولا يبحث عن مبررات، والتحالف يعوض. التحالف هناك مكتب مستقل عن التحالف معني بهذه العمليات، وظهر على التلفزيون في أكثر من مؤتمر توضحت الأمور. الخلل ليس بالتحالف. أنا أؤكد أن القانون الدولي الإنساني يجعل من أي مكان يوجد فيه عدو واجب الاستهداف، لا يحاسب عليه القانون الدولي. قواعد الاشتباك في التحالف هي الأفضل والأدق في العالم. هناك أكثر من 8000 هدف أو موقع ممنوع من التعرض، لدى الطيارين علم بذلك. ولكن الخلل أين يكمن الخلل؟ الخلل يكمن من الخونة الذين يحددون تلك الأماكن، يعملون للشرعية في النهار وللحوثي في الليل، وبالتالي الغرض هو لسان التحالف، وهم يستثمرون مع الأسف بل يقتاتون على دماء الشعب اليمني الأعزل، سواء في الصلو، في تعز، في الحديدة، في أي مكان في اليمن. نحن لا نقر أن يكون هناك استهداف لأي هدف مدني مهما كانت الضرورة، مهما كان، إلا إذا تواجد الانقلابيون في مكان في مدنيين أصبح المكان مشروع قانونا، والخلل ومن يتحمل مسؤولية هو العدو الذي على الأرض، عدو اليمن الأصلي والحوثيين والإنقلابيين. ولكن على المدنيين أن يبعدوا عن تلك الأماكن المدنية، وعلى اليمنيين أيضا أن يتعرفوا على من يخونهم من بني جلدتهم ويقدم معلومات خاطئة، الغرض هو الإساءة للتحالف.
طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيادة العميد. أنقل كلامك إلى الأستاذ توفيق. ذكر نقطة أنك أنت في فيينا، كيف تعرف وكيف ترصد ما يحدث على الأرض في اليمن، وكذلك النقاط القانونية، مسألة إذا كانت هناك إذا كان هناك مدنيون في مكان فيه ميليشيات فهذا الهدف عسكري مشروع بالنسبة لاستهدافه من يعني وفقا للقانون الدولي. يبدو أن ضيفك الكريم من السعودية لا يفهم طبيعة عملنا ويظن بأن الأمر متعلق بتوفيق الحميدي بصفتي الشخصية. نحن نعمل في إطار منظمة، لدينا راصدين في كل قرية، ما لا يقع حدث من الأحداث إلا ونحصل على التفاصيل وعلى شهادة الشهود، لدينا تقارير. أنا أتمنى منه أن يراقب أو يطلع على الويب سايت الخاصة بمنظمة سامو التي تصدر بيانات شهرية تقريبا ميقنا شهرية منذ بداية عام 2017 عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، الانتهاكات التي ترتكب من التحالف، الانتهاكات التي ترتكب من جماعة الحوثي وهي الأكثر، الانتهاكات التي ترتكب من القوات الموالية أيضا للإمارات في الجنوب، وأيضا نحن نرصد كل الانتهاك بغض النظر، نحن لسنا خصوم لأحد، نحن ننتصر للمدني الذي تنتهك حقوقه ويتعرض للخطر سواء من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. أما نعم. أن الأهداف المشروعة وفقا للقانون الدولي، فأعتقد أن ضيفك الكريم وهو يتحدث عن القانون الدولي، القانون الدولي وضح بكل وضوح أنه لابد أن يكون هنالك حالة شرطين لمثل هذه الحالة. الشرط الأول هو حالة الضرورة، والحالة الثانية حالة التناسب، وبالتالي هذه حالة التناسب أن تكون النيران التي تطلق على العدو تتناسب مع كثافة النيران التي تصدر من هذا العدو إذا كان يتمترس في مناطق سكانية، وأيضا حالة الضرورة إذا لم يكن للتحالف أو لهذا الطرف إلا الضرورة القصوى ليقوم مثل الذي يضطر لعملية جراحية بسيطة لاستخراج المرض. أما نحن نتحدث اليوم عن حالة عشوائية، أنا أتحدث اليوم عن ما يقارب 20 ضربة في خلال عام 2018، أنا أتحدث عن ما يقارب 150 ضربة، بالتالي وجود خطأ، وجود خونة. نحن نتمنى من التحالف العربي عبر المكتب المستقل الذي تحدث عنه أخونا الكريم أن يصدر بيانا توضيحيا عن كل هذه الضربات، يبين أين هذه على الخيانة التي تمت، ليستطيع المجتمع اليمني أن يتعرف على حقيقة هؤلاء الخونة الذي يسميهم. لكن في البداية والنهاية اليوم التحالف أمام القانون الدولي وأمام المجتمع الدولي هو المسؤول مسؤولية كاملة، لأنه هو الذي يسيطر على الجو وهو الذي ينفذ الضربات. وجود خونة، على التحالف أن يقوم بكشفهم مباشرة وأن يحيلهم إلى لجنة مختصة ثم يحيلهم إلى القضاء لينالون جزاءهم العادل. لا يمكن لأحد أن يفلت من العقاب كان يمنيا أو غير يمنيا. نحن يجب أن نتعاون جميعا للانتصار لهؤلاء الضحايا، أن ننتصر للقانون الدولي في مثل هذه الحالات، لأن الحروب مجنونة، وبالتالي وضعت قواعد القانون الدولي من أجل أن تضبط هذا الجنون وتحاسب المستهترين بأرواح الناس أيا كانوا. أشكرك أستاذ توفيق الحميدي، مسؤول رصد في منظمة سام للحقوق والحريات، على تواجدك معنا. بالعودة إليك سيادة العميد، إذا أنت تقول أن هناك خونة، لكن هل من المنطقي أن يبقى هؤلاء إلى الآن يعني يعملون مع التحالف، يعني يعطون التحالف المعلومات الاستخباراتية والأخطاء التي حدثت من قبل طيران التحالف، إذا ما يعني افترضنا جدلا تسميتها بالأخطاء، هي تحدث منذ العام الأول وإلى الآن لم نشهد تغيرا أو إعادة تقييم أو إعلان على الأقل على أسماء من يخونون الشعب اليمني كما تفضلت بالقول؟ قد لا تستوعبهم الصفحات عزيزي. أنا أود بس أخونا العزيز من فيينا، أنا أعرف أن هناك رصد وهناك مئات وليست العشرات المنظمات الحقوقية سواء المدنية في اليمن أو الدولية أو التابعة للأمم المتحدة، ولكن مع الأسف كل ذلك انكشفت سوءتها خلال الثلاث الأعوام الماضية، قدمت تقارير مزيفة لمجلس حقوق الإنسان وقدمت تقارير مزيفة للأمم المتحدة وكلها أعيدت إليهم، وصلت من الأمم المتحدة أن وضعت السعودية والتحالف على القائمة السوداء ثم تراجعت. لماذا؟ وجدت الدليل. أنا أضع اللوم على الشرعية وليس على التحالف، لأنه مركز عمليات القوات في مأرب هو المعني بوضع مثل هذه القائمة الأهداف، فعليهم أن يجيبوا على هذا التساؤل. ولا ألقي أيضا
لا أبعد الملامة أيضا عن التحالف إن كان هناك وقع خطأ. إذا وقع خطأ أنا من المؤيدين أن يتصدى التحالف لذلك وأن يعلن ذلك، ولكن إلى الآن من خلال متابعة دقيقة وأنا أعرف أكثر مما يعرفه الكثير من اليمنيين، أنا متابع المشهد اليمني بدقة مع الأسف، لكن إذا كان يتكلم زميلنا توفيق عن الضرورة والتناسق فهي وسيلتين أساسيتين لاستهداف العدو أينما وجد، وتتوافر الشروط وتنتفي الموانع في معظم أو في 99% من كل الأهداف التي تم التطرق لها. ننفي أن هناك أخطاء، لا ننفي. أمريكا، روسيا دول عظمى وهي تمتلك التقنية العالية المربوطة بالأقمار الصناعية والاستخبارات الأرضية مفعلة ومعظمة أكثر ومن قبل أمنا، ولكن تقع في أخطاء قد تكون تقنية إما لظروف الجو أو خلافه أو خلل تقني، لكن في النهاية لا نعذر أي إنسان من أن يقول الحقيقة. أنا أؤكد الآن أن الأخطاء إن حصلت فليست متعمدة من التحالف، والتحالف يبذل قصارى جهده، وأنا أدرك وأنا رجل عسكري أن قواعد الاشتباك المتخذة للقوات الجوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والتحالف بشكل عام قواعد دقيقة جدا لا تستهدف أي مكان مدني مهما كانت الأسباب إلا لتوفر الضرورة والتناسق. طيب. متى ما توفرت وتعادت كثير من الطائرات بحمولتها من الجو، ومشهور أنه كان هناك طائرة كانت فوق الهدف ولديها أوامر، وعندما شاهد الطيار قبل أن يستخدم التقنية بأم عيني أن هناك أطراف مدنية قريبة من الهدف والهدف يمين تراجع لم ينفذ الأوامر. هناك أخلاقيات في الحرب تستخدم، في العمليات العسكرية تستخدم، مع ذلك لا ننفي الأخطاء، لكن أنا أؤكد أنه على الشرعية دور، على رئيس الأركان اليمنية دور أن تختار العناصر التي تقدم معلومات بدقة وإن كانوا قليلين جدا وقد لا يعدون على أصابع اليد الواحدة ممن يخون الأمانة، ولكن مع الأسف الشرعية لديها علم بذلك، وأنا أعتقد أنه أيضا الإعلام ليس ملائم لمناقشة مثل هذا الأمر. على الشرعية تناقش ذلك وتنسق مع التحالف وتعتمد على رجال مخلصين في الميدان يقدم المعلومة الحقيقية. طيب سيادة العميد أرجو مرة أخرى أن تتفضل بالبقاء معي. أرحب بمن ينضم إلينا الكاتب الصحفي أحمد شوقي من تعز. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك أخي الكريم. حياكم الله. إذن وقد استمعت لما تفضل به سيادة العميد، أنت الآن تحدثنا من تعز، كيف هو الموقف من هذه الغارات التي تحدث ضربات تستهدف في نهاية المطاف وتوقع ضحايا من المدنيين أستاذ أحمد؟ بطبيعة الحال هناك حالة من الصخب تولد بين حين وآخر، خصوصا وأن هناك يعني حالة حصار شديدة قائمة في تعز، حالة منع يعني مظاهر الدولة أو قصر لأداء الحكومة الشرعية هنا في تعز. هناك حالة دور، هناك يعني مجموعة مظالم كثيرة جدا وشديدة جدا لم تساهم فيها أو في حلها السلطة الشرعية والتحالف، وبالتالي حينما تأتي عملية الاستهداف أو الأخطاء الطيران للمدنيين يتفاقم من هذه الحالة، وتصور أن الموضوع وكأنه عمل مقصود، وقد يكون كذلك في بعض الحالات وقد لا يكون. هناك أيضا أقصد مثلا تحليل الموقف هنا في تعز في بعض القضايا، مثلا هناك حصلت عمليات استهداف بررت بأنها عملية خاطئة ولكنها كانت عمليات مقصودة لاستهداف بعض القادة المسلحين مثلا في المقاومة سواء كانوا في مأرب أو في تعز أو في غيرها. هؤلاء الأشخاص ربما كان لهم ارتباطات بجماعات متطرفة أو كان لهم أداء غير يعني غير مرضي أو قد يكون خارج إطار الخطة المرسومة للعمل العسكري وكان لهم نفوذ معين بشكل ما، وبالتالي تم استهدافهم في غارات قيل أنها كانت خاطئة ولكنها كانت متعمدة لتصفية هؤلاء الرموز بغض النظر من سيذهب في هذه العمليات. الآن أعتقد السخط تعاظم وهذه الأخطاء لم تعد قابلة للتأويل وأخذ الأعذار، لأنه بكل المقاييس العسكرية والاجتماعية ومقاييس كسب الثقة ومقاييس المقاييس الأخرى مثل هذه العملية حينما تتكرر على مدار 3 سنوات ولا يحصل هناك أي إجراءات يعني ضابطة لهذه الأخطاء وعدم تكرارها، لا يتم إعادة مراجعة
نعم استاذ احمد. الاستخباراتيه الموجوده على الارض، من هؤلاء اللي هم اشتغلوا على الارض وكيف يعملون، ما هي مدى كفاءتهم، حتى لا يشترط ان يكونوا خونه، قد يكونوا قليلي الكفاءه. ايضا لا يوجد هناك تنسيق يبدو تنسيق جيد ما بين غرفه العمليات، يعني ما بين الطرف اليمني واطراف التحالف، والا لما تكررت مثل هذه الاخطاء. ايضا لا يتم محاسبه المتسببين، حتى لو كان الخطا خطا عابرا ويعني غير مثلا يعني شاذ، خطا شاذ يعني حدث، يفترض ان يتم محاسبه المتسببين من القاده الذين عملوا بعمل هذا القصف. نعم. على اي اساس بنوا ثقتهم بهذه المعلومات وبان هذه الاهداف هي اهداف صحيحه؟ طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي، اعود بعوده اخيره لسياده العميد حسن الشهري. سياده العميد، اذا هناك سخط متزايد كما يقول الاستاذ احمد من تعز، هناك حاجة إذن بشكل واضح إلى إيقاف هذه الأخطاء، وحتى التحالف العربي يعني الرأي العام والمجتمع الدولي ربما يضغط عليه بشكل كبير لإيقاف هذه الأخطاء إن صح التعبير بأنها أخطاء. متى يمكن إذن أن تتوقف؟ ما هو الحل الأنجع الآن؟ أنا أتفق معكم أنه إذا كان هناك خطأ يجب على المنفذ الخطأ أن يتوقف وأن يعيد التفكير في العمل القادم، ولكن الأخطاء لا يمكن أن نوثقها بأن خطأ 100% طالما وجد هناك ما يتناسب مع قواعد الاشتباك ومع ما تفرضه بيئة العمليات العسكرية واستراتيجية العمليات. عند وجود عدو للتحالف وللشعب اليمني أصبح مشروعا استهدافه. سيدة العميد، لكن هناك يعني في هذه النقطة والمعذرة على المقطع يعني على المقاطعة، هناك من يعني يشاهد أن يعني ميليشيات الحوثي تقوم بكثير من الاستعراضات العسكرية، ولا يبدو أن قواعد الاشتباك ذاتها يعني تحدث في هذه الحالات، لكن في المقابل كما يقول آخرون يحدث ذلك في الضربات التي يتواجد فيها مدنيون. من السهل جدا استهداف ما حصل في ميدان السبعين، ولكن ندرك نوايا الحوثيين في ذلك ومحاولة استثمارها. طيران التحالف قادر على قتلهم جميعا في ذلك المكان، ولكن ليسوا كلهم تنطبق عليهم شروط قواعد الاشتباك، ندرك ذلك ولا أود التفصيل في ذلك لأنها معروفة. أنا فقط لمدينة تعز العزيزة على قلوبنا وقلوب اليمنيين أجمعين مع الأسف، التي أصبحت رهينة لكل الأطراف في اليمن، والبعض راهن عليها، على أولهم علي عبد الله صالح وذهب إلى ربه، وهناك أيضا من يراهن عليها الآن، والضحية هو الشعب وأهل تعز. تعز هي بوابة النصر. هناك مع الأسف تراخي من الشرعية في عدم تحرير تعز من الحصار. إذا خرجت تعز من الحصار 50% من معاناة الشعب اليمني والشرعية ستنحل مباشرة، لا يبقى إلا الحديدة. الحديدة من السهل جدا، أرضها وطبوغرافيتها قابلة للحركة على الأرض ومن البحر، واحتلال الميناء لم يعد لدينا ضغوط دولية، الضغوط في البيئة اليمنية فقط. صعدها الآن على صفيح ساخن. مع الأسف ما ينقص الشعب اليمني هو أن يكون الشعب اليمني على قلب رجل واحد، ولكن هناك مع الأسف مساحات واسعة جدا من الابتعاد عن بعض، وكل يثمن موقفه على أنه الموقف الأصلي والصحيح، وهذا لا يجوز. أنا أعتقد أنه أي خطأ سيرتكب لاحقا من التحالف لن يكون مقصودا، وكل الأخطاء السابقة لم تكن مقصودة، وكل الأعمال التي قدمت إلى لجنة مستقلة بالتحالف ظهرت على شاشة التلفزيون السعودي وناقشت ووضعت النقاط على الحروف بدون مواربة، وإذا كان هناك خلل طالبت التحالف بالتعويض والديات وخلافه، وهناك أكثر من موقف في ذلك. المفروض أن الإعلام وبالذات الإعلام اليمني يستحث الهمة اليمنية للوحدة والترابط والألفة والولاء والانتماء لليمن العظيم، اليمن الذي سيكون قريبا إن شاء الله قد تخلص من رجس المجوس الإيرانيين الموجودين في صعدة وفي صنعاء. العميد الخبير والخبير العسكري العميد حسن الشهري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا على تواجدك معنا. العودة إليك أستاذ أحمد. إذن
سمعت ما تفضل به العميد. هل يعني يمكن الآن إذا ما حدثت تسوية سياسية ونحن نتابع الكثير من التحركات أن تذهب هذه الأخطاء إن صح التعبير، الضحايا المدنيون لن يكونوا متواجدين أو حقوقهم لن تكون متواجدة في مثل هكذا تسويات؟ أخي الكريم، هو هناك يعني إشكاليات عميقة يعني فعلا موجودة داخل المؤسسات، سواء كانت مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني. إلى هذه اللحظة يعني هناك محاولة دفن أو محاولة تعمية على أهمية وأصالة الدور الحقوقي الذي يجب أن يحدث في المناطق المحررة يعني التابعة للشرعية، سواء كان هذا الدور الحقوقي يستهدف يعني المنتهكين المحليين داخل هذه المناطق من قوى نفوذ وامراء حروب وقاده وغيرهم، او كان يتعامل مع مثل هذه الاحداث التي تمس الفاعل الاقليمي او التحالف العربي فيما يخص قضايا هؤلاء الناس. يعني للاسف الى اليوم لم يتم رفع دعاوى قضائيه باسم المدنيين الذين قتلوا في اخطاء التحالف، حتى ولو كانت العمليه غير مقصوده في النهايه هناك حاجه لرفع دعاوى قضائيه للتحقيق الجاد والشفاف حول هذه القضايا، وايضا تعويض هؤلاء المتضررين وتعويض اليمنيين يقول عن هذه الخسائر. في النهايه هؤلاء هم ابناء المجتمع، بعضهم يعني قيادات، بعضهم اشخاص مهمين كان لهم ادوار اجتماعيه فاعله، بعضهم يعني كانوا مثلا في منشات ذات قيمه معينه. فاقصد هناك اضرار ايضا نتاجت، اضرار بعيده المدى ايضا نتاجت عن اخطاء هذا الطيران، وبالتالي لابد من رفع دعاوى قضائيه للتعويض. وهذا لا يجرح اقصد في العلاقه، يعني حتى ومهما كانت علاقه الحكومه الشرعيه بالتحالف ومهما كان حجم الثقه المتبادله، لكن هذه الحقوق يجب ان تصان وان تحفظ لهؤلاء الناس، وان يتم رد حقوقهم بالشكل المناسب واللائق بهم وتعويضهم عما خسروه، وكذلك معاقبة كل المتسببين، لأنه لا يخلو العمل أيضا من وجود يعني بعض الأخوان، لا يخلو من وجود بعض المغرضين، لا يخلو من وجود بعض الذين طيب يعملون. أستاذ أحمد، يعني أيضا سيادة العميد تحدث على أن هناك يعني حاجة إلى تحرير وفك الحصار بشكل كامل على محافظة تعز والانتقال إلى المحافظات الأخرى، ما هو المانع؟ يعني هو يقول الآن أن الإشكالية في يعني في بالحكومة الشرعية تكمن والجيش في تعز والأحزاب السياسية إلى آخره، هل فعلا هذا هو الوضع؟ لا يعني مسألة الحكومة الشرعية، نحن نعرف أن لدينا للأسف يعني بعض القيادة العليا في الدولة ضعيفين في مسألة الكفاءة ومسألة إدارة الدولة، ولكن كذلك التحالف يعني ونحن لا نعمم العملية على التحالف، بعض الأطراف في التحالف أيضا تعاملت باستهتار مع عملية تحرير تعز. هناك مواقف متغربة حصلت أكثر من مرة في أكثر من مواقف، وخطوة التحرير الأخيرة كانت شاهد على هذا الموضوع، حيث تم إيقاف الدعم الذي كان مخصصا لتعز في اللحظة الأخيرة وبدون أي مبرر مفهوم، مع برغم الإعلان عن الخطة ويعني الزج بهؤلاء الأبناء المدينة والمقاتلين وشباب الجيش الموجودين المتحمسين إلى المعركة بدون إنقاذهم بأي آليات أو أي أسلحة أو ذخائر تناسب حجم المعركة التي يخوضونها. وبالتالي هنا نتحدث عن أزمة ثقة موجودة ما بين بعض الأطراف في التحالف وما بين بعض القيادات المحلية، التي هي أيضا بالضرورة لم تثبت يعني نحن بحاجة إلى أمرين كانت تثبتهم. الأول هو الإحساس بالمسؤولية، وبالتالي نحن لن نقبل أن نخوض أي معركة بدون أن نكون قادرين على حسمها حسما نهائيا وتوفير الإمكانيات اللازمة لنا. والبعد الثاني هو أننا نعتمد على ذواتنا في مسألة عملية التحرير، وبالتالي نحن لا نظل طيلة الوقت مرتهنين إلى ما سيقدم لنا من دعم، لأننا نشعر أن هناك عملية استنزاف للمدينة يعني كبيرة جدا، ونحن نعاني من هذا الاستنزاف سواء كان العملية هذه مقصودة أو غير مقصودة. في النهاية هذه العملية ستؤدي إلى الإضرار بتعز وستخلق سخط كبير جدا، وأعتقد أن هذه العملية ليست مجدية وليست مفيدة حتى لهذه الأطراف التحالف العربي التي لديهم عدم الثقة مع الأطراف اليمنية، لأنه في النهاية يتم توجيه الصخب باتجاه أحادي باتجاه الفاعل الرئيسي. المسألة الثالثة أيضا، نحن نتكلم عن حكومة شرعية، حكومة مصادرة القرار، مصادرة الحرية في التحرك، مصادرة الحرية في التصرف. يعني هناك تقويض يدور الحكومة السعودية اليمنية، وإن كانت المملكة العربية السعودية أيضا يعني إلى حد ما تتعاون مع الحكومة، لكن للأسف هذا التعاون غير كافي.
أشكرك أستاذ أحمد شوقي، أحمد الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل ماهر أبو المجد وجميع الأفراد في طاقم الفني. دمتم الوطن بألف خير، في أمان الله.